السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. شرحنا لهذا اليوم عن نقل ألعاب من جهاز الهاتف إلى جهاز PS4 وبدون الحاجة إلى USB أو هارد خارجي، وأيضا بدون الحاجة إلى جهاز الحاسوب أو اللابتوب. إذن في بداية الأمر أتمنى منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى نستمر في محتوانا هذا إن شاء الله. إذا قبل كل شيء ستقوم بالذهاب إلى الإعدادات، وبعدها ستقوم بالتوجه إلى النظام، وبعدها معلومات وبعدها ستقوم بالضغط على التنزيلات التلقائية، وهنا عادة يظهر علامة صح في هذه الخانة وفي هذه الخانة أيضا. إذا جميعها ستقوم بإلغاء علامة الصح حتى تتفادى التحديثات التلقائية الخاصة بجهاز PS4 المعدل. إذا الآن سنتجه إلى الإعدادات أيضا، وسنقوم بالتوجه إلى الشبكة حتى نقوم بتفعيل الواي فاي. يجب أن نفعل الواي فاي، إذا هذه الطريقة تحتاج إلى الإنترنت. بعد تشغيلنا للواي فاي سنقوم بالتوجه إلى اختبار الاتصال بالإنترنت حتى نتعرف على إن تم الاتصال أم لا. سننتظر قليلا، إذا فشل الحصول، إذا لم يتصل. سنعيد اختبار الاتصال أيضا، سننتظر قليلا. إذا الاتصال نجح بالفعل. الآن سنتجه إلى تطبيق PS4 Explorer. هذا التطبيق قمنا بالشرح عنها في الفيديو السابق، قمنا أيضا بنقلها من جهاز الهاتف إلى جهاز PS4، كانت بطريقة أيضا خاصة وببرنامج خاص. إذا أنت تريد أن تشاهد هذا المقطع وكيف قمنا بنقلها، شاهد الفيديو الذي سأضعه في وصف الفيديو إن شاء الله. إذا سنتجه ونقوم بالدخول إلى PS4 Explorer. ستنتظر قليلا. إذا ستقوم بالضغط على L3 مرة واحدة. هنا ظهر تم تفعيل بروتوكول نقل الملفات الاي بي الخاص بجهاز PS4. إذا سنقوم ب ترك الجهاز PS4 وسنقوم بالتوجه إلى جهاز الهاتف. إذن أحبتي بعد أن قمنا بالتوجه إلى جهاز الهاتف سنقوم بالدخول إلى متجر سوق بلاي. وسنقوم بالبحث عن هذه البرنامج أو عن هذا البرنامج FTP كاف. إذا سنقوم بالضغط على هذا البرنامج ونقوم بتثبيت FTP كاف FTP كلينت. سنقوم بتثبيت هذا البرنامج ونقوم بالدخول إلى هذا البرنامج. أنا ثبتها مسبقا. سنقوم بالضغط على فتح. إذا سنقوم بالضغط على Edit هنا في وسط الشاشة. ستقوم بالضغط على Profile وتقوم بكتابة PS4 أو أي اسم آخر جدا عادي. هنا ستتجه إلى الخيار الثالث Host. ستقوم بكتابة IP الذي قمنا بتفعيله مسبقا في جهاز الهاتف. هنا لاحظوا شباب، تم تفعيل بروتوكول نقل الملفات الاي بي الخاص بجهاز الهاتف. سنقوم بكتابتها في هنا في مكان الهوست. سنقوم بكتابة الاي بي 192.168.1.106. سنقوم بعدها بالضغط على سيف، كلمة سيف هنا في يمين أسفل الشاشة.
نقوم بالضغط على connect هكذا، سننتظر. هنا تم ربط جهاز الهاتف مع جهاز الـ PS4 بسلاسة إن شاء الله بدون الحاجة إلى أي جهاز آخر. إذن هنا سنقوم باختيار اللعبة التي قمنا بتحميلها مسبقا. كيف؟ سنضغط على هنا منزل، صورة منزل لوكال، سنقوم بالضغط عليها مرة واحدة. أنا قمت بتحميل هذا اللعبة هنا في هذا الملف شير داونلود، سأقوم بالضغط عليه مرة واحدة وسأقوم باختيار changes core and can of هذه اللعبة، سنقوم بالضغط عليها مرة واحدة ونتجه إلى ريموت ملفات الجهاز الـ PS4. سننزل إلى الأسفل، سنقوم بالضغط هنا على user وبعدها نقوم بالضغط على الملف الثاني اي بي بي، سنقوم بالضغط عليه مرة واحدة. هنا ستتجه الى لوكال المنزل مرة اخرى. بعد ان قمنا باختيار اللعبة سنقوم بالضغط على ابلود مرة واحدة. اذا هنا ظهر لنا لائحة التحميل. هنا عليك ان تنتظر وان لا تخرج من تطبيق PS4 Explorer في جهاز الـ PS4. ستقوم بالانتظار الى ان يتم اكتمال. اذا حجم اللعبة 1.50 جيجا بايت. هنا شباب سنتجه في جهاز الـ PS4 الى، سنقوم بالتوجه الى يوزر وبعدها اي بي بي. اذا سنلاحظ ان ملف لعبة الباكج يقوم بالتحميل. هنا شاهد شباب change core كانوليا تم تحميل 5 ميجا بايت. اذا شباب الان سأتوقف عن تصوير واعود بعد اكتمال التحميل ان شاء الله، سنلقاكم بعد قليل. حسنا والان عدنا لكم من جديد. عفوا. لقد تم تحميل 97%. سننتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة بكامله. حسنا اذا ننتظر 100%. بعد اكتمال عملية النقل ستقوم بالضغط على اوكي وسنقوم بالتوجه الى، سنقوم بالتوجه الى جهاز الـ PS4. سنقوم بالضغط على PS4 تطبيق PS4 Explorer ومن ثم نقوم بالضغط على APP ونقوم بالتوجه الى اللعبة الذي قمنا بتحميله هنا Changes Core and Canola. طبعا اعتذر على لغات الانجليزية لانها ليست من اختصاصي. سنقوم بالضغط على اللعبة، سنقوم بالضغط على علامة في وبعدها نقوم بقوم بتثبيت باكيج، نقوم بالضغط على في مرة اخرى. اذا ننتظر قليلا، سنقوم بالخروج من تطبيق PS4 Explorer. عفوا سنقوم بالتوجه الى التنبيهات ونلاحظ هنا تم بدء تنزيل لعبة Changes. سننتظر الى حين اكتمال اللعبة لنقوم بتجربة اللعبة. ستنتظر ثواني قليلة فقط حسب حجم اللعبة التي ستقوم بتحميله. نلاحظ هنا ايضا في شاشة الـ PS4 يتم تحميل ويتم تنزيل اللعبة. ستنتظر قليلا. اذا اللعبة جاهز للاستخدام. سنقوم بالضغط على بدء لنقوم بتجربة اللعبة امامكم ان شاء الله. اذا قمنا بالدخول الى اللعبة سننتظر الى ان يتم تحميل.
إذا تم تحميل اللعبة بنجاح إن شاء الله، وستقوم بلعبها بطريقة جدا إن شاء الله بطريقة سهلة. وإلى هنا لقد اكتمل شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نلقاكم في شروحات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.